السلام عليكم يا أساطير، مرحبا بكم في قناة نمبر 7FF. اليوم جبت لكم فيديو جديد. هذا الفيديو سأتكلم فيه على الهاكر الجديد، هذا الهاكر الخارق الأسطوري الذي يخرب أم اللعبة، هذا الهاكر الذي سوف يفجر رؤوسكم ورؤوسنا ورؤوس قرينا بالكامل. يا شباب تابعوا الفيديو للآخر كي تعرفوا جميع التفاصيل. السلام عليكم يا شباب، مرة ثانية سنكمل هذا الفيديو بإذن الله وعلى بركات الله، فلتشاهدوا هذا المقطع الذي سوف ترون فيه هذا الهاكر ومميزاته. المهم لديه مميزات قوية وخرافية جدا، ومميزاته لما تنزل على الساحة، لما تنزل في الجيم يذهب هو لا يخسر شيئا، فقط يحمل سلاح مسدس أو ما شابه ذلك ويذهب نحو البرميل، يفجر البرميل ويموت بعد ذلك كل الذين هم في ذلك الجيم. المهم يا شباب قرينا لا تبند هذا الهاكر ابدا، كن على يقين. والمطورون يقولون لا سوف يتبند بعد مراجعه، واقول لكم انه لا يتبند، فقد تتبندون انتم يا شباب، كنوا على بال. الذي يخاف على حسابه اقول لك لا تلعب ابدا فري فاير، ابتعد عن فري فاير لمدة وجيزة. لو لعبت في جيم وكان في هذا الهاكر، وهو هذا الهاكر يخسر شيئا، يحمل المسدس ويذهب للبرميل كما قلت لكم، يفجر البرميل، يموت كل اللاعبين الذين يوجدون في ذلك الجيم. بعد موتهم يا شباب لما انت تخلص من اللعبة وتخرج من اللعبة تجد حسابك تم تبييده، هناك أنشطة غير طبيعية في حسابك تم تعليقه. تتبند يا أخي، أنت تتبند ونحن إلى آخره. هناك يا شباب هناك حسابات قد تبندت قبل هذا التحديث بسبب الأنطينة، وهناك أيضا حسابات تبندت يا شباب بدون عمل أي برنامج يخالف قانون اللعب. لتكون في علمكم يا شباب أن الشركة عليها جزما يا شباب أن تعيد حسابات أصحابها. فهؤلاء الذين يستعملون الهاكر لقد تبندت حساباتهم، هناك من تبند حسابه دولمان، هناك من استخدم الأنطينة، والأنطينة فيو يا شباب لا تشكل خطرا على اللعبة أبدا، فقط هي تكشف مكان العدو. وهناك ناس تلعب على السكور يا شباب كما تعرفون، تستخدم هذا البرنامج كي تتفادى المواجهة في أول المباراة وتهرب يا شباب. أما الهاكر الذي يقتل بالهيد شوت والاختفاء ويفجر البراميل وغير ذلك لا يتبند أبدا، فقط أنت تتبند. قلت لك لما تخلص من اللعبة يقتلك هذا الهاكر يفجر البراميل فيموت الكل، وبعد ذلك لما تتخلص من اللعبة وتخرج تجد نفسك مبندا. فقل لي بالله عليك هل هذا ظلم أم ليس ظلما؟ وعلى الشركة إعطاء فرصة ثانية لأصحاب الحسابات التي تم تبنيدها عن طريق بسبب الأنتينافيو أو الأوكتوبيس أو السنسيلات، إعطاؤها فرصة ثانية وإرسال لهم إشعار أن لا يستعملوا هذه البرامج مرة ثانية كي لا يتم تعليق حساباتهم إلى الأبد. لكن المطورين لا يريدون ابدا التكلم مع الشركه في هذه المواضيع، وهم المسؤولون يجب عليهم التكلم مع الشركه كي الشركه تعطي فرصه ثانيه الى اخره. والمهم يا شباب انا اقول لكم الناس اللي تخاف الا تتبند حساباتها لا تثقوا بتاتا في كلام المطورين، فهم عندهم تناقض كبير. هناك من يقول لك لو لعبت في سكواد عشوائي مع هاكر او استخدمت اي برنامج مخالف للعبه سوف يتم تبنيدك، واتت المطوره بوشرة معروفه ببوشة قالت لك لو تلعب مع في سكواد عشوائي او غير ذلك لن يتم تبنيدك اذ لم تكن تستخدم برنامج يخالف قانون اللعبه. ويا شباب البرنامج المخالف لقانون اللعبه هو هاكر الهيد شوت والاختفاء الى غير ذلك يا شباب. اما ذلك الانتينا فيو ام غيرها فانها فقط يا شباب كانها جليتش يعرف لك مكان العدو فقط، تذهب لمكان العدو تشاهد انك عدو ترجع من اين اتيت كي تتجنب المواجهه. واقول لكم يا شباب المهم الناس اللي تخاف عن تبنيد حساباتها، اذا دخلت يا شباب في جيم رانكد او كلاسيك
ووجدتم هذا في الساحة عرفتم أن هناك هاكر فتتجنبوا تلك الجيم واخرجوا وانسحبوا من الجيم، لأنكم إذا دخلتم من الجيم هو يفجر البرميل يموت الجميع. بعد ذلك يا شباب تجدوا حسابك تم تبنيده. لماذا ظلما يا شباب؟ أقسم لكم بالله لحد الآن أعرف ناس تستخدم الأنتينة ما تبندت، وناس تستخدم الهاكر ما تبندت، وناس تستخدم تطبيقات أخرى لا تتبند، ونحن وأنتم وغير وكثير من الناس تبند ظلما يا شباب. ظلما بالله عليكم يا شباب، أنتم قولوا الحق. المهم يا شباب وصلت معكم إلى نهاية الفيديو، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.